مرحبا بكم. نحن نشوف مع بعضنا une série de révisions pour les élèves de 4e année sciences techniques concernant la conception montage de roulement. Bon, في الحقيقة série هذه donc صحيح تيري من les baquettes, لكن لأن اخترت les exercices اللي فيه montage de roulement à contact radial type BC, معناها les roulements, les exercices اللي كذلك يهموا les élèves de 3e année, donc نجم نقولوا السيري هذه صالحة للتروازيام ولا الكتريام اني دونك نبداو ليكزامبل الاولاني تيري من الباك 2015 سيسيون برينسيبال يقول على ليشيل دو ديسان سي ديسو كومبليتي على ليشيل دو ديسان يعني على ليشيل 1 سور 1 انا عباره ثاني لان ليشيل يعني من بعد اذا كان فما توليرونس ولا سيتيرا طلب توليرونس باش نقيس ونحط ديريكتومون الميزور اللي نلقاه دونك باغفوا معناها ننتبهوا لحاجات كيما هكا اللي شال مش بالضروره يكون دوني نجم يكون دوني لان الي شال دو ديسان ولا الي شال كذا ان دومي ولا دو تيار ولا اللي هو دونك ننتبهوا نقراو بالباهي الاسئله دونك كومبليتي لو ديسان دو مونتاج دو رولمون ار 1 ار 2 لي دو رولمون اون فا اكسبلواتي الباك اونتر تواز دوني دونك استغلها قال لك الباك بون هنا بيان سور سي ساهل برشا جوست باش تحط الباك وتصورها وكاو كوبي كولي يقول كومبليتي لو ديسان دو لاسامبلاج دي مونتابل اونتر 32 23 اونتر لاكس 23 اي سي فولي لو كرابو 32 اون فا اكسبلواتي لي زيلمون فورني دونك لي موجود لنا روندل جراور روندل بلات ويكرو كذلك باش نستغلها Et finalement, on va inscrire les tolérances des portées de roulement. Dis-moi, Koulou, quand on fait un exercice montage de roulement, est-ce que arbre tournant ou la moyenne tournant? Dans la réalité, les exercices, ils sont très bien, mais ils tournent. Arbre ou la moyenne, l'alisage. Dans le cas, il y a un exemple de midi, il y a un exemple de midi, c'est un exercice مأخوذ من الباك. 2015 يعني التلميذ في النهايه نجم يرجع للديسان دونسومبل ويثبت لي بياس كي تورن اتسيتيرا في حالات كيما هكا اللي مش واضحه برشا هذاك مش نعملوا احنا توا باش نرجعوا للديسان دونسومبل من الباك 2015 ونشوفوا لاكس 23 هذا شنو حكيته والى اخره دونك بالنسبه للديسان دونسومبل فينا اني باش نزرب شويه بيان سور التلميذ من بعد ينجم يرجع للباك ويشوف السيستم ويقرا في عقله الى اخره خاطر احنا باش نركزو جوست على المونتاج دو غولمون في السيري هذه دونك لاكس 23 هو لاكس هذا هو سي لاكس بورت بولي نيميرو 24 قلت بورت بولي هذه البولي 24 تهي لنا وهذا لاكس نتاعها معني كي تدور البولي يلزم لاكس كي تورن دونك الاربر هي كي تورن وفي نهاية اللاكس من غادي فما لي البيتران واحد من لي دو بيتران هما فما دو على اليمين وعلى اليسار بيتران يعني سيبولي البارتي كيما لي ليس كي فا ميلونجي البات قلنا السيستيم هذا سي اون ماشين ا بان ماشين ا بان يعني ماشين تصنع الخبز سي سا دونك تخلط العجين الى اخره دونك فينالمون باختصار سي لاربر كي تورن اللي هو لاكس لي للبولي به دونك هكا نرجعو للديسان تاعنا مش باش نخليو الديسان هكا باش نكبروا شويه الديسان ماكسيموم على ليكرون باش يكون اوضح من بعد بتلامذه دونك يقول كومبليتي المونتاج دو رولمون اولا فا اكسبلواتي الباك اونتر تواز واضح بما انه اربغ تورنون وهنا اوبستاكل موجود ولنا بريسك موجود دونك نقصني كان الاوبستاكل اللي موجود اونتر لي دو باك انتيريور نتاع رولمون دونك جوست لهنا كوبي كولي باش تهز الباك وتسطر نعاودها هز الباك منا وتسطرها تو سامبلومون دونك الحقيقه من بين الباكات اللي سهلين برشا عباره كوبي كولي انقل في البارتي هذه في الاكزرسيس هذا يعني الباك مش ديما صعيب مش ديما الغور الباك تفشح نو تقرع روحك تنجح تخدم اما اخدم الصعيب والسهل واخدم الانواع الكل دونك نواصلوا Quatre obstacles à les bagues intérieures, ça y est, c'est fait. Deux obstacles à les bagues extérieures, deux obstacles, donc, nijm comme matière, teba, le PSD, le Foukani, etc. Donc, fin niveau, et la matière,
وفي النيفو هذا ماتيير ايبولمون انتيغور ولا ماتيير نقولوا. دونك على اليمين وعلى اليسار الجناب هذوما بيان سور ما يلزمنيش نخليهم هكا، يلزمني نسطرهم باش نقول له راه ما فما شيء غادي، سينو ينقص النوت بيان سور. دونك من بعد فينالمون الهاشور نجم نكملها. به بالنسبه لمانتنو بالنسبه لل لاسامبلاج دو كرابو 32 avec l'axe 23. Il dit on va exploiter les éléments qui sont donnés. Nous avons rondelle plate, rondelle grosse ou écrou. Il dit qu'il y a deux rondelles. Il dit qu'il y a une rondelle grosse, c'est une rondelle frein. C'est une rondelle frein. Il dit qu'il y a un écrou pour faire le freinage de l'écrou pour ne pas se faire. معناها يحب يقول روندل بلات قبل ومن بعد تالي روندل كرور ومن بعد تالي باش يجي ليكرو. بلوس بالنسبه للروندل بلات نعرفوا لي روندل العاديه اللي بلو لارج كو لي روندل كرور، يعني باش تعطيني اكثر ما يمكن سيرفاس دابوي على الكرابو هذا 23 من داخل باش تمنع الديمونتاج بتاع الكرابو. دونك روندل بلات روندل كرور بلوس ليكرو. دونك كما قلنا ساهل برشا لهنا كوبي كلي تلميذيون، قلت القياس كما هو لي ديمونسيون كما هو بوحده وحده بالمسطره الى اخره وسطرهم كا وساهل على الاخر. ما ننساوش بيان سور فينالمون لو بو دو لاكس لهنا بارتي فيلتي، دونك نكمل نطول شويه تخي فوار البراني والتخي فام تاع الفيلتاج من داخل اي ليكستريميتي، لان نجم نعمل حاجه في شكل مثلا un petit chanfrein الى اخره. لاغيت هذه نهبطها، لاغيت هذه تري دو كونتور، وهكا نكون قبل كملت تقريبا المونتاج دو غولمون والبارتي نتاع لاسامبلاج هذايا. ما ننساش قال لي على لي توليرونس، لي توليرونس الباك انتيريور والباك اكستيريور، بورتي دو باك انتيريور والبورتي نتاع الباك اكستيريور. بالنسبه للاربل لنا على الباك انتيريور دو تيتر مونتي افيك serrage, bien maintenant arbre tournant, donc petit cassis, fakat, on va mesurer diamètre 11, filka heavy 11 cassis, mathalan, ou le bag extérieur, il est monté avec jeu, grand H7, donc diamètre 50, grand H7, ou à quelqu'un qui commence l'exercice, c'est là qu'il m'a dit, moi je sais. N'est-ce pas l'exercice suivant, bac 2012, session contrôle. يقول on se propose d'assurer le guidage en rotation du rouleau 18. حب التلميذ ديما يتعلم يقرا الاسئله بالباهي. guidage en rotation du rouleau 18. rouleau 18 هذا الرولو 18 هو اللي guidé en rotation، يعني هو اللي tournant، يعني c'est un moyeu tournant لهنا مش arbre tournant. فهمنا توا c'est un moyeu tournant. ديما كما قلنا اول سؤال لازمك تعرف أربو تورنو ولا موي تورنو باش تعرف تحط لي زوبستاكل، الكاتر اوبستاكل فين باش يكونوا، دي زوبستاكل فين باش يكونوا، بما أنه لهنا نحكيو على المونتاج افيك ديغولمون كونتاكت غاديال تي بي سي. دونك غيداج ان روتاسيون افيك ديغولمون كونتاكت غاديال تي بي سي، تونج دو دو كوتي اتسيتيرا. دونك السؤال يقول كومبليتي اليشيل دو ديسان، يعني باش نقيس من بعد اليشيل غيال 1 سور 1. Le montage de roulement en vous aidant des éléments standards. Elle-même fait les éléments standards. Yani fait le guide. Je nous attends. Elle nous attend un petit anneau élastique. Fakat. Guide pour les anneaux élastiques pour arbre et pour alisage. Ahna bch nkhtarou menhom ma hou roulement elma ou l'anneau élastique li bch nstamlou. Inscrire les codes tolérancés relatifs au montage de roulement. Finalement, بعد ما نكملو bch nعملو les codes tolérancés نتاع البورتي دو رولمون. كنبداو دونك هنا كالعاده قلت بما انه مويو تورنون، دونك حب يقول عندي 4 اوبستاكل فوق و 2 اوبستاكل لوطر، وحده وحده 2 اوبستاكل لوطر. بون ما ننساوش لنا كونه باج اكستيريور اللي مونتي افيك سيراج، بما انه مو اليزاج تورنون، الباج انتيريور اللي مونتي افيك جو. كي تبدا باك انتيريور مونتي افيك جو بورتي على لاربر هذايا وافيك جو، نحاول نغيتيها نعمل لها اغي باش ما تتحركش لهكا ولا لهكا اتسيتيرا لونسومبل كامل.
شنو معناه؟ معناها في عوض نعمل باك اونتر تواز نعمل اني بولمون. كي نعمل اني بولمون يخلي لونسومبل كامل اللي هو الرولمون مع الغلو 18 الفوقاني مع لي دو بواتي هذوما اتسيتيغا مع لي دو رولمون ما ينجمش يتحرك على اليمين وعلى اليسار. يعني حد يقول ماتيير لهنا ايبولمون يهبط لي دو زاغيت هذوك ويحب يقول لهنا ما فما شيء على اليمين وعلى اليسار على اللاغبو. علاش؟ خاطر نحكيو على دو زوبستاكل فقط بما انه مويو تغلو. به ما تسالش خلينا نزيد نعوض نوضح البوان هذيا. مثلا كان جينا لهنا اونتر لي دو رولمون حطينا باغ اونتر تواز. الباغ اونتر تواز هي بيد البو سي ديبلاسي اذا كان لي دو رولمون بوف سي ديبلاسي. بما انه لنا الرولمون باش نحطوها افيك جو لنا خاطر اليزاج تورنون الباغ انتيغيو مونتي افيك جو بيتي جي 6. وانا يحب يقول حتى شيء ما يمنع الباغ اذا كان نحطوا باغ كما قلت مع لي دو رولمون حتى ما يمنع انهم يعملوا ترانزلاسيون مره تضرب الهكا مره تضرب الهكا. ان شاء الله تكون الفكره واضحه. دونك دو بريفيرونس لهنا نستعمل ان ايبولمون. يلزمني نستعمل ان ايبولمون بوغ ايفيتي الحكايه هذه. دونك خاطر بارتي تورنونت بارتي لنا فيكس نجم اتسيتيرا تقلق. باهي بالنسبه لي زوبستاكل على الباك اكستيريور لزمنا اربعه واضحه. الفورم هذه كي تبدا دوني كيما البواتي دونك ديما نستغلها ان ايبولمون. ان ايبولمون في النيفو هذا في النيفو هذا سي سا من فوق اللوطه بيان سور ما ننساش. اي شنو باش يكون لوبستاكل الاخر؟ انو الاستيك. دونك بعد ما نهبط التري دو كونتور هذا باش ما ننساهش باش نجيو لهنا كيفاش نسطر انو الاستيك. ديما نقول انو الاستيك سواء على لافغ والا على ليزاج بصفه عامه نجم نسطرو من غير ما نغزر للجيد. الجيد باش تلقى فيه 1.1 1.2 اتسيتيرا. يعني في كل نهاية في كل الحالات انت في النهاية ما تنجمش تطبقهم افيك بريسيزيون الموجودة في الجيد. دونك نعاودو رواحنا لانو الاستيك نجمو وفي الكوريكسيون تاع الباك مقبول اتسيتيرا. ديما في الكوريكسيون تاع الباك نقبلو حاجة كيما هكا. دونك تعود روحك انك تخدم انا نو الاستيك يربحك وقت من غير ما تغزر للجيد من غير ما تقعد تطبق 100% اللي موجود في الجيد. يربحك وقت وتنجم تقدم حاجة مزيانة مقبول. دونك شنو نعم باش نجي لنا شنو قلنا في نيفو متاع الرولمون هذايا باش ندخل 1 مليمتر ونزيد خط صغير. احنا تو باش نبداو بالغورج اللي باش يتحط فيها لانو الاستيك. دونك ندخل 1 مليمتر ونزيد خط الفوق صغير خط الفوق صغير اتسيتيرا. تو نبعد 2 مليمتر على الرولمون ونعمل خط واحد اخر متوازي لذاك. نجم بعتلي نكمل لاليزاج في النيفو هذاك تاع رولمون ونبعتلي بروفوندور العمق تاع الغورج هذي. دونك نسطر خط لنا خط لنا نحاول ما نكبرش برشا في البروفوندور حكايه نتاع دونك مثلا 1 مليمتر 1.5 كافي. ومن بعد نجيب لنو الاستيك نعمل مونتاج تاع لنو الاستيك. دونك غالبا ما يفوتش لي باسور نتاع الباك اتسيتيرا. لي تري دو كونتور هذوما يهبطوا بعد لي بيان سور تحت لاربر يوليو كاشي والكاشي ما نسطروهش في الديسان دونسومبل. عندنا فرصه باش نعاودوا كيفاش نصور لانو الاستيك من الكوتي الاخر. شنو قلت؟ نجيو في النيفو نتاع الرولمون نتاع السيرفاس تيرمينال نتاع الرولمون هذا ندخل داخل 1 مليمتر ونسطر خط قصير. نبعد لبرا نبعد على الرولمون 2 مليمتر ونسطر خط اخر. كذلك تو نكمل النيفو نتاع ليزاج العمق هذاك. دونك قلنا مليمتر مليمتر ونص نسطر خط لهذا وخط هذا نخدم في الخدمه في نفس الوقت الفوق واللوطا. ونجيبو لانو الاستيك اتسيتيرا. دونك يكون كولوريي دان كوتي من فوق او من اللوطا هذا ولا هذا. نجم نقلب واحد الفوق واحد اللوطا ماشي مشكله هذيك. كولوري ولا هاشوري في الحقيقه هو الهاشور هو الاصل لكن بما انه سيرفاس صغيره في لانو الاستيك عاده مسموح لك انك تلونها. ما ننساوش بيان سور بعد ما نكملوا لي تري دو كونتور اذا كان فما تري دو كونتور ما هبطناش بلس الهاشور نكمل اذا كان فما بارتي هاشوري نكملوه. به ما ننساش السؤال نتاع لي توليرونس. توليرونس على الباك انتيريور توليرونس تاع البورتي دو باك انتيريور توليرونس تاع بورتي دو باك اكستيريور نتاع الرولمون.
دونك كافي باش نحطو حيدة لنا نتاع الانتيغيور والاكستيغيور الغادي مش بالضرورة. دونك الانتيغيور لنا والاكستيغيور لنا نتاع رولمو هذا والانتيغيور لنا والاكستيغيور لنا نتاع رولمو الاخ. دونك واحدة منا واحدة منا كافي. دونك شنو قلنا؟ قلنا من فوق سي مونتي افيك سيغاش الاربر مونتي افيك جو. دونك هنا مثلا باش نقيس دي 7 جي 6 باش نلقاهم فيها والاخر سي افيك سيغاج جران تن 7 ولا جران تم 7. دونك وهكا نكونوا كملنا ليكزارسيس هذا نتعداو باك 2011 سيسيون كونتر. لهنا يقول افان دو ريدويغ لو فروتمون او نيفو دو غيداج دو لاربر 18 au niveau de guidage de l'arbre 18. Yani habi koul, c'est arbre tournant. Yani niveau de guidage de l'arbre 18. Donc naqraw ki naqraw hada ma'a nghzrou le dessin etc. najem nefhem dima nqoul el soual loulani howa arbre tournant wala moyen tournant bach ta'raf win tahot les obstacles. Ou n'aoud ou ma nmellach yani ma l'i'ada. Beh et augmenter le rendement du mécanisme. On se propose de remplacer les deux coussinets, etc. Bon, il faut la dire, les exercices dans le montage du roulement, les bannis tarhou fait chaque modification ou la tahsin de la solution déjà mojouda fait dessin d'ensemble. Mais c'est le cas, c'est le bac 2011, c'est sur contrôle. Donc, c'était un guidage bistamel de coussinets. Nous allons changer le coussinet avec du roulement. Je vais aller t'hassler à un rendement du mécanisme plus meilleur. Donc, qu'est-ce qu'on demande? Compléter sur le dessin ci-dessus le montage de roulement R1 et R2. Donc, on va compléter le montage de roulement. Compléter la liaison encastrement de l'arbre 18 avec le rouleau 12. Ma rouleau 12, donc, une grosse liaison encastrement. Ou l'hne, ilm, nous iqtarah alia, fait les composants normalisés, clavettes, plus des anneaux élastiques. Psifa'ama. Et indiquer les tolérances des portées de roulement. Donc, لنا هات نكبروا شويه الديسان ونبداو. بالنسبه قلنا اربو تورنون اربو تورنون ونشوف شنو عندي بريسك دوني حاضر عندي لي بولمون لنا بريسك حاضر لكن كان نسطروا في النيفو هذا قد نواصل به باش نلاحظوا اللي هو لارج برشا بالمقارنه مع الباك انتيريور نتاع رولمون ينجم بو اكرازي الباك انتيريور يضر اتسيتيرا. دونك نجم نقص مش بالضروره يكون في النيفو هذايا نجم نعمل اني بولمون في النيفو نتاع الباك تقريبا ومن بعد نعمل ان بيتي دونك فورم كوني كيما هكا والا حتى فورم عاديه مش مشكله. المهم ان اوبستاكل يكون معقول. الاوبستاكل الاولاني الاوبستاكل الاخر قدام الباج لنا لاحظوا كذلك فما فارياسيون في الديامتر مش كيما الديامتر لنا اللي تحت الباج انتيريور نتاع رولمون مش كيما الباج اللي الديامتر اللي موجود لنا. دونك كذلك نجم نعمل اون فارياسيون في الديامتر مثلا داخل تحت الغلو نعمل ان بوتي ايبولمون بلوس شانفرين اتسيتيرا مع النيفو نتاع لارب. بيان سور مازال ناقصنا لوبستاكل اللي باش يكون قدام الغولمون وفي نفس الوقت قدام الرولو علما وان الرولو اللي اغيتي لهنا بالليبولمون. دونك الدوا On doit l'arrêter face sens cette, puis je me suis face sens cette, puis je me suis à gauche. Rouleau 12, n'a qu'à rouleau 12, puis je me suis à gauche. Donc, c'est un hot bag spécial, presque l'année à mettre l'épaisseur en taille. Le verre de l'année toi les plus larges pour arrêter, mais je te smash surface ma couleur pour arrêter 12. Moi, n'en sais, je l'ai sur un terre à la place. Bien. N'a qu'à ce n'est obstacle, l'année obstacle, l'année à l'émine ou à l'essor, deux anneaux élastiques. كما قلنا ديما نقول بالنسبة للنو إلاستيك نتعلمو نعاودو رواحنا كونو نصور أنا نو إلاستيك من غير قيد. أشنو نعمل في النيفو متاع الغولمون الانتيغيور ندخل 1 مليمتر في النيفو الفينال متاع الغولمون ندخل 1 مليمتر ونسطر خط نخرج 2 مليمتر لبرا الإكستيغيور ونسطر خط آخر نجم نكمل الفورما متاع الأرض نرجع توا العمق نتاع الجورج هيك اللي باش يتحط فيها لانو الاسيق قلنا مليمتر مليمتر ونص كذلك من فوق ومن اللوطه ونسطر الخط نتاعي. جيب توا لانو الاسيق ونعمل مونتاج تاع لانو الاسيق بون نحاولوا ما يفوتوش ليباسور نتاع الباج الفوق حاجه معقوله كيما هكا سوا مقبول. نمشي كذلك عندنا فرصه اخرى باش نعاودوا الحكايه هذه مع
à gauche du roulement R1. Donc, كيف قلنا في النيفو نتاع الرولمون ندخل 1 ملم. مثال هو مثال، لكن نحاولوا ديما في الديمونسيون هذاك، في الحجم هذاك، دونك تكون مقبوله، حاجه مقبوله، ما تكونش مثلا الجورج غارقه برشا، اللارجور نتاع الجورج عريضه برشا، نو تولي خايبه هكاك. دونك 1 ملم قلنا ندخلوا تحت الرولمون، 2 ملم نخرج خارج الرولمون قدام الرولمون، دونك اللارجور بصفة عامة تقوى، لكن قدام الرولمون يقعد فقط دو اللي باش يكون هو لي باسور نتاع لانو إلاستيك، دونك العمق توا نتاع الجورج لهنا نتاع مليمتر مليمتر ونص، ونجيب لانو إلاستيك ونركبو اتسيتيرا، اللون البارتي الفوقانية أو اللوطانية لنا ولا لنا كيف كيف. دونك هكا نكون عملت لي كاتر أوبستاكل على الأرض. بالنسبة دونك الباك اكستيريور، الباك اكستيريور يلزمها دوز اوبستاكل فقط. لاحظ لنا عندي البريز بيس 13 ولنا عندي البيس 11، وحتى في الحشيور ما هماش كيف كيف، يعني دو بيس ديفيرون، دونك ما يمنعنيش هذايا. في الحالة هذه ما نجم نعمل دو زيبولمون انتيريور ماتيير من الكوتي هذا والكوتي هذا. لو كان جات نفس البياسة ما نجمش نعمل دو زيبولمون من برا لنا ولنا، ولي اوبليجي باش نعمل ايبولمون دان كوتي، من الكوتي الاخر مثلا نعمل انا نو الاستيك به، باش ما يكونش بيان سور ان مونتاج امبوسيبل به. دونك لنا قلت باش نعمل ماتيير، بدينا بالرولمون هذا نعاودوها، دونك ماتيير لهنا ايبولمون انتيريور ولا ماتيير، بيان سور في الرولمون الاخر كذلك مسموح لنا نعمل ماتيير بما انه قلنا دو بياس ديفيرون. بيان سور في النيفو هذا وفي النيفو هذا ما عندي شيء، ما ننساش كونه نجم سي تون اوبسيون باش نضمن الكونتاكت بتاع الباك اكستيريور مع لي بولمون اللي عملته لنا، لي بولمون ولا الماتيير انتيريور، نعمل ان بيتي ديجاجمون هذايا فيو كو نذكروا، بما انه لنا قلنا كما قلنا في الكور في الريزومي نتاع الكور، الريون اللي هنا نتاع الكوان نتاع الرولمون اصغر برشا من لي ريون اللي نجم يكون ديجا موجود في لور دو لوبيراسيون دو زيناج، وهذا يخلي الرولمون ما يوصلش يعمل كونتاكت 100%. دونك نعمل ان بيتي ديجاجمون، بون سي تام سي اون اوبسيون، ما تسالش التلميذ كيف يعاود روحه بحاجات كيما هكا بعد تولي سهله به. دونك عملنا لنا ليبولمون ولنا ليبولمون، دونك ما ننساش في النيفو الاخر في الكوتي الاخر من داخل لنا ومن داخل لنا، باش نقولوا راه ما فما شيء، نكمل النيفو نتاع لاليزاج، في النيفو نتاع لاليزاج بلوس بيان سور لي تري دو كونتور هذوك ما ننساهمش. pardon دونك هكا تقريبا كملنا البارتي نتاع المونتاج دو رولمون لهنا، البارتي هذه بلوس الهاشور، الهاشور نوصل الهاشور اذا كان فما دي هاشور ناقصين الى اخره، بيان سور لهنا الهاشور يدخل يوصل لداخل لنا، هذه كذلك ماتيير لنا في الزون هذه هنا كذلك كيما جنب الاخر به. دونك شو مازال لي زون كاسترومون بين ال 12 غولو 12 افيك لاربر 18، دونك لهنا يقول لي عندي كلافيت في البارتي نتاع ال سي فولي نتاع لي زيليمون ستاندار اللي باش نجم نستعملها مع النو الاستيق، قلنا عندنا كلافيت. دونك باش نقيس الديامتر ونمشي نقول مثلا سوغ ان ديامتر دو 23 ناخذ الكيد ديامتر 23، دونك من 22 ل 30، دونك باش نخدم باللينيا هذه، ال A إيكال 6 B إيكال 6 جي تيكال دي موان 3 ديمي، دونك أني أساسا باش نستحق ال B و جي. ال B اللي هو الهوتور نتاع الكلافيت، و جي هو الغست بين الفون نتاع الكلافيت نتاع الغينور على باقي الديامتر، دونك لي دو بارامتر اللي حاجتي بيهم 1 و 2 هما ال B سي فولي وما تحت الكلافيت، هذوما اساسا اللي حاجتي بيه. دونك قلنا البي ايكال 6 جي ايكال دي موان 3 اي دمي من الجي طلعناهم 19.5 به،
الآ تظهر فقط وقت يبدأ عندي كوب ولا سيكسيون، يعني في الفي دو غوش ولا في دو غوات اتسيتيرا. بالنسبة لللونغور، تو اللونغور نتاع الكلافيت، يقول قال قداش نعمل اللونغور نتاع الكلافيت. بون في الحقيقة فما قاعدة، هو اللونغور نتاع الكلافيت أقل شيء قد الديامتر، معناه اللونغور نتاع الكلافيت محصور بين الديامتر وال 1.5 فوا الديامتر، وهذا الحقيقة مش ديما متاح. بيان سور هو سي امبورطون في الكام تاع الريزيستونس دو ماتيريو اتسيتيرا، وقت تبدا لارب اونتريني اون موفمون، دونك لارب تدور هكا، دونك فما ان كونترين دو سيزايمون بالنسبه للكلافيت، يعني الديمونسيون تاع الكلافيت مهم بيان سور، لكن في الحقيقه في الكونسيبسيون في البارتي هذه في النيفو تاع التروازيام والكاتريام ما نطرحوش برشا الموضوع هذا. دونك اذا عندك ليسباس، باختصار توا اذا عندك ليسباس اللونغور نتاع الكلافيت تاخذه بين محصور بين الديستانس هذيك بين الديامتر وال 1.5 فوا الديامتر. واذا ما عندناش ليسباس، و بارفوا ينجم يكون، نجم تقول حتى غالبا في بارش اكزرسيت حتى في باكي تعطيه ليسباس غير كافي، دونك انت تتقيد بالليسباس اللي عندك وتحط اللونغور، ما يقلقش يعني المناسب حسب الديسان اللي عندك تو سامبلومون. به دونك باش نبداو به البارامتر، باش نبداو به هو الجي، باش نعرف هيك العمق تاع الرينور اللي باش تحط فيها كلافات في بالضبط. الجي نبدا نقيس الجي لنا اللي هي 19.5 نحط بوا لنا 19.5 نحط بوا لنا، ونسطر اللونغور نتاع كلافات دو بوا. علاش؟ باش الخط ما يبداش معوج. باش نطلع توا بالفالور هذه والفالور على اليمين وعلى اليسار اللي هو الارتفاع نتاع كلافات اللي هو البي 6. دونك نطلعوا بالسيس على اليمين وعلى اليسار، نسكر الكلافيت من فوق سهله. ما ننساوش فوق الكلافيت فما ان جو نتاع 1 ملم هكا كسهله الكلافيت كيما ريتو. دونك ناقصه فقط باش نقول الفيو هذيا تتشاف اتسيتيرا، الكوب لوكال. دونك نعمل كوب لوكال بلس الهاشور. هاشور ديما لي هاشور ديما نقولوا الهاشور سي اون تري فان، يعني نوضح لنا في الديسان باش يطرا اتسيتيرا، لكن الحقيقه الهاشور ديما يكون اون تري فا. به اشنو مازال لي توليرونس، توليرونس على البورتي دو رولمون على لاربر ولا على ليزاج. دونك لهنا يعطيني لي ديامتر 17 و40، بقى باش نحط التوليرونس. دونك على بما انه اربر تورمون باغ انتيريور مونتي افيك سراج بوتي كاسيس، بينما ليزاج سي افيك جو غران هاسيت. دونك هكا نكونو كملنا ليكزارسيس هذايا، نتعداو ليكزارسيس سويفون. سي باك 2010 سيسيون كونترول. دونك كونسيبسيون دوموند دو كومبليتي لا ريبريزونتاسيون دو غيداج دو لارب دو غيداج اون روتاسيون دو بينيون اربري 8. البينيون اربري يعني لارب هذه هي اللي تورمونت، واضح سي اربر تورمون. لهنا 4 اوبستاكل على لارب، 2 اوبستاكل على الباك اكستيريور بور لي باك اكستيريور. دونك فهمنا تقريبا ديريكت، سي هذاك السؤال الاولاني ديريكت ديجا جاوبنا عليه، اللي يلزمني نفهم اما هو اللي كي تورن لاربر والا لا ليزاج. ريغاليزي لي تونشيتي اون كومبليتون لو مونتاج دي جوان الاف، قال لك بعد المونتاج دو رولمون عندك جوان الاف هذا كومبليتي، انديكي لي كوت توليرونسي دي بورتي دو رولمون اي دي جوان، لي كوت توليرونسي دي بورتي دو رولمون وكذلك الجوان، باش ما ننساوش. البارتي الثانية هي لونكاسترومون دو لا رو، يقول كومبليتي لونكاسترومون دو لا رو دوبل بوغ شين 4. دونك كومبليتي لونكاسترومون دو لا رو، لا رو دو شين هذيا نيميرو 4، سي اون رو دو شين دوبل فيها زوز خاطر دو شين، لونكاسترومون على لارب اون اتيليزون لو كومبوزون نورماليزي. لي كومبوزون نورماليزي اللي هنا يعطينا كلافيت في الجيد ويعطينا ان نو الاستيك. ب انديكي لاجستمون ريلاتيف ا مونتاج دو لا رو، حتى الرو هذه في الاخر باش نعطيو لاجستمون نتاعها. احنا باش نكبروا الديسان باش ناخذوا بالكيستيون بالكيستيون بالواحد بالواحد. هنا اللي شال يقول لي اشال ان سور. دونك الكيستيون الاولاني نذكروا به، كومبليتي لا ريبريزونطاسيون دو غيداج. بون قلنا اربر تورنون ولا بينيون اربري هي كي تورن، دونك 4 اوبستاكل على الارب 2 اوبستاكل سور لي باغ اكستيريور على ليزاج. معناها maintenant donc عندي ايبولمون لهنا بريسك حاضر، دوني هات نكمل الاخر
ليبول مون الاخر شنو يقعد على اليمين وعلى اليسار ان انو الاستيك لنا انو الاستيك لنا دونك كما تعلمنا لانو الاستيك ندخل 1 ملم تحت رولمون سطر خط نخرج 2 ملم سطر خط اخر ولات الحكايه سهله توا كي نستنسو بها تولي سهله تحت السيفولي بروفوندور العمق مليمتر ولا مليمتر ونص نحط الجورج نتاعي دونك كملت ونجيب نحط لانو الاستيك سهل نتعدى ونمشيو للرولمون الاخر كيف كيف نفس الشيء 1 مليمتر تحت النيفو نتاع الرولمون يعني ندخل داخل شويه 1 مليمتر البرا 2 مليمتر نجم نكمل هنا الفورم نتاع لاربر مثلا كيلك مليمتر 2 ولا 3 مليمتر بلوس نعمل نهايه للاربر مثلا بيتي شانفران اتسيتيرا البروفوندور العمق نتاع الجورج مليمتر دو بروفوندور مليمتر مليمتر ونص ونجيب كعبه انو الاستيك في الكوتي هذا لونها دان سير كوتي من فوق او من اللوط 4 بساكل على الباك انتيريور سي رياليزي به نمشيو لفوق تاع على بالنسبه لل لاغي لي دو زاغي اللي باش نحطهم على الباك اكستيريور لهنا نلاحظوا اللي سو سون دو بياس ديفيرون كي بداو دو بياس ديفيرون قلنا ما يمنعنيش اني نستعمل دو زيبولمون هذا فيه بولمون هذا فيه بولمون كان كي تبدا نفس البياسه كي تبدا نفس البياسه ما نحطش زيبولمون من بولمون مني ولا مونتاج امبوسيبل به عن في النيفو نتاع جوا والا في النيفو هذا نبداو بهذا نعودوها دونك على الباك في النيفو نتاع الباك تقريبا ولا اقل شويه نعمل الماتيير ماتيير ولا ايبولمون انتيريور نقولوا ماتيير ولا ايبولمون انتيريور به بيان سور لهنا ما فما شيء في الكوتي الاخر نمشيو للرولمون الاخر دونك في النيفو تاع الباك تقريبا نهبط لغيت هذيك شوية مع الجوان حاب يقول ماتيير هذه تتبع البارتي الفوقانية في النيفو هذايا ما فما شيء دونك نكمل هذا الفوق اذا كان فما تخي دو كونتور ناقص نكملو كيما هذا مثلا فقط تخي دو كونتور ورا لاربر يولي كاشي والكاشي ما يتسطرش في ديسندونسون به لنا يقول لي الكيستيون اللي بعده احنا بريسك حاطين لي زوبستاكل مازال شويه كل هاشور اتسيتيرا مي الكيستيون اللي بعده يقول لي رياليزي لي تونشيتي ان كومبليتون لو مونتاج دو جوان ا لافر 57 ريت جوان ا لافر سي دوني هو مصور هو يقول لك بريسك كملوا كملوا شوف فما شي حاجه ناقصه احنا نعرفوا لوين حط جوان باش نحمي الرولمون منين يجي لي زامبورتي نجم تدخل منا امبورتي ولا غبره ولا ترا تمشي للرولمون راه منا شنو معناها تدخل منا معناها فما جو صغير راهو بين البارتي هذه وبين لارب سيمونتي افيك جو هو يحكي عليك الجو هذاك مثلا بارتي هذيك دونك ما ننساش البارتي هذيك جو نتاع 1 ملم ولا مليمتر ونص المهم يكون واضح جو صغير لنا ولن مع بيان سور الفورما اذا كان هذه ناقصه اتسيتيرا تكملها بلس الهاشور نتاعها اتسيتيرا به لان شنو عملت حطيت وين فما كونتاكت مع ايبولما ولا ماتيير دو بريفيرونس دو بريفيرونس نستعمل نعمل هكا دونك ان بيتي ديجاجمون باش نضمن الكونتاكت بين الباك والايبولما ان بيتي ديجاجمون دونك هكا بريسك كملنا ناقصه فقط الهاشير نشوفوا لي زون الكل اللي ناقصين هاشير نكملوهم الى اخره ثبتوا بالباهي خاطر بارفوا الهاشير يتنسى يبدا مش واصل بالباقي الى اخره باش نحاولوا ناخذوا النوت كامل به من بعد سؤال سويفون يقول انديكي لي كود توليرونسي دي بورتي دو رولمون دي جوا باش نبداو لي توليرونس على الاربر وعلى ليزاج وجوا كذلك بالنسبه اللي احنا قلنا اهبطوا على الاربر سي افيك سافاج الفوق سي افيك جو سهله دونك لنا التوليرونس باش نقيس الديامتر ونحط التوليرونس بيتي كاسيس دونك ديامتر 25 بوتي كاسيس على ليزاج سي كرون هاسيت دونك مثلا لنا سي 47 هاسيت خاطر اللي شال 1 سور 1 قيسو ونحط الفالور ديريكت بالنسبه للجوان معروفين لي دو توليرونس تاع جوان كرون هاش 8 بوتي هاش 11 فقط الديامتر قيسو الديامتر وكا وداك اش ناقصنا على لاغبو الصغيره دونك سي بوتي هاش 11 25 بوتي هاش 11 على ليزاج البارتي الفوقانيه الديامتر الكبير بورتي نتاع جوان هذا البلايصه اللي باش يتحط فيها جوان سي غران هاش 8 توليرونس نتاعها 42 غران هاش 8
كان نمشيو توا للبارتي سويفون اللي هو لاسامبلاج بين البينيون دوبل هذه بينيون تشين دوبل افيك لاغبر كومبليتي لانكاسترمون دو لا رو دوبل بور تشين 4 سور لو بينيون ان اتيليزون لو كومبوزون نورماليزي قلنا كومبوزون نورماليزي عن كلافيت ولا نو الاستيك بي تو دابور زمني كيما نعرف بون كملت الفورم نتاع لي بولمون هذيا بون كملت الفورم نتاع لي بولمون هذيا جوست باش نقيسو الديامتر باش نحط الكلافيت لحظة برك التليفون نسكرو به دونك قسنا نقيسوا اولا الديامتر بون البارتي الثانيه الخط اللوطاني نتاع الديامتر مش واضح لكن كيف هي البارتي الفوقانيه هو هذا غيون فوا 2 يعطيك الديامتر ساهل نقيسوا هذا فوا 2 دونك باش يعطينا الديامتر نمشيو مثلا بالنسبه للكلافيت باش تتحط على الديامتر كذا كي نقيسوا نلقاو ديامتر 20 تقريبا 10 فوا 2 باش تعطي 20 دونك باش نمشي ناخذ الجيد بالديامتر 20 كما قلنا دونك من 17 ل 22 ال A وال B وال G 5 5 D مون 3 دونك اساسا حاجتي بال B وال G ال B يكال 5 وال G هي D مون 3 يعني 17 ملم ب دونك اول ما نبدا نسطر هو الجي الجي هو شنو كما قلنا هو الفون تاع الرينور ديستانس بين الفون تاع الرينور على الباقي نتاع الديامتر تاع العقد دونك نبداو بالفالور هذه جي يحب يقول نقيس من هنا 17 من هنا 17 نحط دو بوان باش نعرف النيفو هذاك نتاع الفون تاع الرينور قداش نبدا من فوق نقيس 17 17 نحط دو بوان ونسطر بيناتهم خط دو بوان باش يبدا الخط مستوي واحده واحده توا الهوتور نتاع الكلافيت الهوتور نتاع الكلافيت الارتفاع هو البي دونك اللي هو 5 بالنسبه لنا احنا 5 5 بعد نسطر نكمل نسطر الكلافيت فوق الكلافيت على البلاصه مو الكلافيت خاطر لنا اللوطه كنقولوا فوق الكلافيت يعني في البارتي هذا فيغ ليكستيريور يعني من الاكس نبعدوا على الاكس دونك فما ان جو دو 1 ملم ما ننساوش ان جو دو 1 ملم دونك نجم نكمل تو الخط هذا هذا لنا استيغا باش نفهم نبدا بشوي بشوي نفهم الفورمه نتاع الاربر الى اخره دونك بالنسبه للانو الاستيك مينتنو لانو الاستيك لهنا قلنا ندخل داخل تحت النيفو تيرمينال سيرفاس تيرمينال نتاع الغو هذيا لداخل 1 ملم ونسطر خط 2 ملم لبرا ونسطر خط اخر نجم نكمل شوية كلك مليمتر بالنسبة للفورما متاع نهاية الفورما متاع البينيو أفغي نميرو 8 تذية ونعمل ان بوتي شونفرا مثلا كنهاية توا العمق متاع الجورج هذيك خط لنا خط لنا ونكمل لغاية هذي نحبطها لنا باش نكمل نحط لانو إلاستيك اللي لباسيور تقريبا متاعه باش يكون في الزون متاع 2 مليمتر هذاك الاسباس اللي فضل به بالنسبه للكلافيت لان اونتري فور تترا شنو معناها يعني كوب لوكال يلزمها باش تتشاف بيان سور كملت الهاشور لان ومن بعد تالي ما ننساش الكوب لوكال بلس هاشور على الكلافيت الكيستيون الاخراني باش ما ننساوش يقول انديكي لاجوستمون غولاتيف او مونتاج دو لارو مونتاج دو لارو هذه اللي مونتي على لاربر افيك جو ولا افيك سراج يعني باش نحطو لاجوستمون اولا هو سي تا مونتاج افيك جو خاطر انت باش نحط الكلافيت وبعد تالي نركب الرو وبعد نسكر عليها باللانو الاستيك اولا سي افيك جو مش باش ندقها بمطرقه ولا ستيغا مش افيك سيغاش به لكن في الجو كذلك فما درجات مش كيما جي كيما الاف كيما الاش دونك ديما لنا في لي كا هذوما اني نقول سي تان اسامبلاج هو سي تان اسامبلاج انت اذا كان تلقى الهدف من ليزون سي كوا هو ليزون كاسترومون سان اسامبلاج في لي زونكاسترومون الهاش هاش تذكر ديما التلميذ ديما نحبو يتذكر كلمة هاش هاش حتى هاش جي مش غلط
لكن هاش هاش علاش البوتي هاش دونك نقيس لنا ديامتر وزيد باش نعاود نحكي فيها 20 هاش 7 هاش 6 اكش معناها هاش 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 7 هاش 6 شو معناها البوتي هاش البوتي هاش سي كوا سي اجوستي على ما سي ان نوم مانيوالمون يركب البينيون ان بو سيري يعني سيري مانيوالمون يعني جو بريسي جو اقل ما يمكن اقل ما يمكن جو في المونتاج لهنا مطلوب علاش باش ينقص الفيبراسيون الى اخره الى اخره دونك الهاش هاش دونك باختصار كي تلقى الهدف من ليزون لهنا كونه سي ليزون كاستخمون اتذكر الهاش هاش حط الهاش 7 هاش 6 مثلا في الكا هذه ديامتر 20 يقعد لك فقط انك تقيس ديامتر دونك هكا تقريبا نكون كملت السيري هذه pour les élèves 4e قلنا كذلك صالحه لل 3e année بعد ما يقراوا المونتاج دوغلمون bonne chance à tous et à toutes et au revoir.